بسم الله الرحمن الرحيم. الآن مع جينا عدو مجلس النواب، أنا طلبت من الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس إن القاعة داخل مجلس النواب، النواب جميعا رجالة وسيدات، يرتدوا زي رسمي احتراما وإجلالا لخصية القاعة اللي احنا بنعمل فيها قوانين بتتحكم في مصائر الناس. وإن كان القاضي والمحامي القاضي بيلبس وشاح والمحامي بيلبس روب، احتراما وإجلالا للقانون اللي احنا بنصنعه في مجلس النواب، فمن باب أولى إن احنا نحترم ما نصنع. ولو ما حصلش ده، ولو لم يحدث إن كان هناك قرار من المجلس بالزي رسمي ووشاح، لن أذهب إلى المجلس فقط بلبس كاجوال، بل بالعكس قد يصل الأمر حتى أجبر المجلس على احترام المجلس والنواب على احترام القاعة إن أنا أروح في أحد المرات لابس تيشيرت وشورت وكاب عشان يبقى على الفيلم، على اسم الفيلم.